أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. مع كتاب الله عز وجل ومع سورة الكهف بحمد الله تعالى، من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 22 من نفس السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قيما لينذر بأسا شديدا ماكثين فيه أبدا، ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن يقولون إلا كذبا، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا سنين عددا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه مش منه لها ما سمعتهاش نعودها وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة ذلك من آيات من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا نعم وإذا اعتزلتم على الكسر عودوها مرة ثانية وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأتوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا نعم وترى الشمس إذا طلعت تزاور وكذلك بعثنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة
فيكم شكرا جزاكم الله كل خير. ننتقل إلى القراءة الفردية. تفضلي. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا ما شاء الله. بسم الله الله يبارك لك. سأروح في الخيوط. نعم. الله. أها. يا معين يا الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين مرقق الراس هي الفقمه لكن اللام بعدها مرققه. وينذر الذين نعم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقول إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن يعطيك الصحة نظرا للوقت. تلاوتك طيبة. بارك الله فيك. أحسن الله إليك. بارك الله فيك. أحسنت. مرحبا. هز شوية المصحف من فوق. الله يبارك لك. أحييك. الله فيك. الله يفتح عليك. تفضل. نعم. يا عبك. يا الله. أم حسبت أن بشوية يقول أم حسب الباء مقلقجة ساكنة فيها القلقلة. أم حسب أن أصحاب الكهف نعودها مرة ثانية. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. طيب. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا وربنا اعتنيوا بالمفخم فقالوا ربنا آتنا من لدنك كسرة الميم. نعم. من لدنك رحمة وهيئ لنا هذه قريبة من فتحة هذه فتحة وهيئ لنا باقي قريبة من الفتحة وهيئ لنا من أمرنا مش من أمرنا من أمرنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا صحيح. خلق للباء ساكنة من قطب جليل. فضربنا على آثارهم في الكهف سنين عددا. نعم. ثم بعثنا زدنا ألف. ثم بعثنا منغنوا فقط. ثم بعثنا من لنعلم عاود في عقل. شوف الآية كيفاش مكتوبة. نعم. ثم بعثنا
بعثناهم بالجمع ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى 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 الهمزة مرققة أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم ما يجيب الآية الصحيحة نعم نعم. نحن نقص لا ما قلوش نحن نقص عليك نبأهم بالحق الحاء مرققة بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم آمنوا المد الطبيعي إنهم فتية عيدي مرة ثانية وربطنا وين القلق له وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا فخم الرأت ربنا السماوات نعم اتخذوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون سكن الهمزة قلش يأتون لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم همزة مرقب فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا نعم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم كسرة الياء ويهيئ لكم من أمر لكم ميم بعد ميم إدغام متماثل بين من أمركم مرفقا الميم في الميم إدغام عيدي مرة ثانية ويهيئ لكم من أمركم مرفقا بارك الله فيك يا الصحة جزاك الله كل خير الرقم اللي بعد وين أحسنت يا معين سلام أول مرة أنت مرحبا بك أهلا وسهلا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم ما قلش وهم في الميم هنا حكمها الإظهار وهم في فجوة منه
فجوة فجر طلق للجيم وهم في فجوة من منه من ذلك من آيات ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد المهتد فهو المهتد ومن يضلل فلن يضلل كسرة الله ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا الله وتحسبهم أيقاظا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم ما تفصلش كله مع بعض قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ايوه ولا يشعرن بكم احدا يعطيك الصحه ما شاء الله عليك مرحبا بك يا بنت بارك الله فيك شكرا للعب احسنت ربي ينفع بك يا معين السلام عليكم طيب بعدها ان شاء الله وعليكم السلام اعطاها رقمه وقل لي نعم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها جميل. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. هما ستة ولا سبعة ولا ثمانية؟ سبعة. ما يعلمهم إلا قليل. كيفاش؟ لكن ابن عباس يقول وأنا من القليل. ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فقال وأنا من القليل، وحق له ذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فقال هم سبعة والثامن هو الكلب. بدليل ماذا؟ قال بدليل أن الواو جاءت في الثامنة وسماها واو الثمانية، سماها واو الثمانية. أبواب الجنة كم هي؟ ثمانية. ني قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قال أبواب الجنة ثمانية لأن الواو جاءت هنا وفتحت أبوابها، وقال جاءت الواو في سبعة، لذلك من باب أولى أن نقف هنا نبين أن عدد أصحاب الكهف سبعة والثامن هو الكلب لأن الواو جاءت في الثامنة، فقال الواو جاءت في الثامنة فعددهم ماذا؟ سبعة وثامنهم ما يعلمهم وأنا من القليل وحق له ذلك رضي الله عنه. إيه نعم كمل. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. بارك الله فيك، تلاوة طيبة، جزاك الله كل خير، ما شاء الله. اللي بعد وين؟ الأخت فضلي. نعم. أي نعم. لا هنا إدغام بلا غنى. قيما إدغام بلا غنى. فضربنا ثاء مرققة ضاد بعدها مفخمة، فضربنا
الإنزال لحظة واحدة في الإنزال سورة الكهف قبل وإلا سورة النحل قبل؟ في إنزالها ما مزوج مكيين ولا مدنية؟ سورة الكهف مكية وإلا مدنية؟ مكية صحيح. والنحل مكية ولا مدنية؟ مكية. شكون نزل قبل؟ الكهف صحيح. تقولها وغمض عينيك اللي فاهم طبعا. تعرفوا علاش؟ الغاية من هذا النوم الطويل كله 309 سنوات ولا 9 أيام ولا 9 شهور المفيد رقم آية ولا مش آية؟ آية. قال لك هذه تهنئة لأن البعث حق وأنه لا شك فيه. يحب يرد على الناس اللي قالوا وأقسموا، اللي هو المجتمع القرشي اللي قالوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله. شكون هذي أقسموا؟ هذوما كفار قريش. شكون نزل تو قبل؟ الكهف قبل. فهي تهيئة الناس اللي يقولوا نحن ثماش بعث بعد الموت، رد عليهم ربي بصورة كاملة وسماها بصورة الكهف أصحاب وبينها لهم وجابها مفصلة، لأن اليهود كان عندهم شيء يسير. فقالوا مشركي قريش وقت اللي مشاو لهم للمدينة يسألوا فيه، قالوا لهم كان محمد صادق، أسألوه على 3 أشياء، كان جاوب راهو صادق، وكان ما جاوبكمش راهو كاذب. هو عندهم شيء يسير في التوراة، إشارات خفيفة. فجاوا للنبي صلى الله عليه وسلم، سألوه على 3 أشياء، على فتية ذهب في الدهر، وعن رجل طاف الأرض في مشارق الأرض ومغاربها. لا، هذا القرنين صحيح، تجيب آخر سورة. والثالثة الروح. 3 هذوما ما عندهمش علم، فهم يحبوا منها يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ياخذوا المعلومات في النبي. فكي وقت اللي جاوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في الغد أجيبكم، في الغد أجيبكم، ولم يقل إن شاء الله، لأنه كان باهي في الدعوة. قلنا نحن عنده أشراف قريش كان يدعوهم إلى الإسلام، فجاوا هؤلاء حب يشغلوه. لو كانت كنت صادق جاوبنا عن 3 أسئلة، واحد سريع الإجابة بتاعه في الغد أجيبكم، ولم يقل إن شاء الله. فتأخر عنه الوحي شهر في رواية، وفي رواية 15 يوما. لماذا؟ حتى أنه الإنسان أي عمل يقدم عليه لابد أن يقول. فجابها له في نفس السورة ونقرأها من بعد، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا مقلهم في الغد يجيبكم إلا أن يشاء الله. أي وكفارة هذه الخطيئة ما هي؟ خليها كيكة. لا، لابد لها من كفارة. واذكر ربك إذا نسيت، هذه كفارة الإنسان اللي ينسى باش يقول إن شاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، هذه كفارة هذه الخطيئة. فجاب له صورة قليلة كاملة فصل فيها عن أصحاب الكهف. وقتها بعد الشهر في رواية، في رواية بعد المفيد الإنسان دائما وأبدا يقول إن شاء الله. إيه نعم، جاب لنا الصورة هذه ورد عليه وقال لهم هاو 309 وبعد بعثهم رب. بعثهم ولا ما بعثهمش؟ هذه رد على هؤلاء الذين يقولون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا. إيه نعم، فضلي. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. شكون الحزبين؟ مشركي قريش وأحبار اليهود، أكيد سماو حزبين، كانوا متكتلين كما توا التكتل موجود بكفر، موجودين ولا متكتلين أصحاب الباطل ديما موجودين راهم. كانوا أحبار اليهود وكان فهمني مشركي قريش، والزوز حاطين يديهم في دين بعضهم ضد الحق، ضد الإسلام وضد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. المفيد يعطل الإسلام ويعطل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم. إيه فضربنا على آذانهم
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. القول بتاعهم يحتاج منا 20 سنة دراسة في الجامعات، لكن لو نظام ما مش متخرجين من الجامعات الشباب إنهم فتية. وين شباب نحن توم؟ هذه أكبر رسالة للشباب، الشباب هذوما اللي قالوا إنهم فتية آمنوا بربهم. تعرف عاشوا في المجتمع كله كفر والعياذ بالله، كان نسبة قليلة، قال سبعة من الشباب تمسكوا بدينهم وقالوا الكلام. يحتاج الإنسان أن يدرس في الجامعة حتى يستطيع أن يقول هذا الكلام، لأن الكلام هذا مبني على عقائد، مبني على فهم عميق للإسلام. فقالوا وربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. شيء قول عجيب. احنا الشباب تاعنا للأسف شو يعرف عن الإسلام؟ ما حتى الصورة يقراها مكسر. أي شوف كيفاش مسؤولية كبيرة لنا الكل. أي نعم، فأعظم رسالة أن أصحاب الكهف الفتية هذوما يعلمونا احنا الشباب كيف يكون الإيمان بالله عز وجل. متى؟ وقت الرخاء؟ لا، مش في وقت الرخاء، في وقت الكفر. المجتمع كله والعياذ بالله. أي نعم. واصل التي بعدها. تأخذوا أرفع الخاء. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. صحيح. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأتوا إلى الكهف ربكم من رحمته. صح. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بارك الله فيك، يعطيك الصحة، جزاك الله كل خير. لبعدها. نعم. لا، مش عارف. لا، لم يكن هناك نبي، وإنما بالفطرة. بالفطرة آمنوا بربهم بالفطرة. أي نعم. ودار الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. من أسماء هذه السورة اسمها الكهف، وأيضا من أسمائها ما هي؟ سورة الرحمة، من أسمائها الكهف، وأيضا سورة الرحمة. ذكرها السيوطي في الإتقان، كتاب اسمه الإتقان في علوم القرآن، قال من أسمائها الرحمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في محتوى هذه السورة، قال في الآية اللي كانت تقرأها الأخت اللي قبل، ينشر لكم ربكم من رحمته، فهي من أسمائها الرحمة. كيف لا، والمولى عز وجل رحم هؤلاء الفتية في كهف في جبل. فمني العناية الإلهية، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفه ذات اليمين، في قراءة البصري تزور عن كهفه ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم تزرق في الصباح يتقلب على اليمين، وإذا غربت يتقلب على الشمال وهم في فجوة منه.
فقالوا هذا النوم اللي أصابهم هو رحمة من عند الله عز وجل وهو عبادة عبادة. وفيه إشارة للإنسان أن الإنسان يحرر النية متاعه وقت اللي ينام في الليل يقول إن شاء الله ربي عاوني باش أقوم في صلاة الصبح. ريت النوم هذا عبادة حتى ولو ما قمت. المفيد النية ما هي؟ أما أنه مش حاططها في مخيلته يحب يقوم الستة متاع الصباح يجي فهمني وكذا يصلىها وقت بعد ارتفاع الشمس هذا أمر عجيب. أي نعم. فالنية حتى ماشي للعمل نتاعك ماشي للعمل حرر النية. قول هو صحيح الشخص من هذا العمل مرتب شهري لكن حرر النية فيه أن يكون لأن مش قال إنما الأعمال فلا ما تكرش قال إنما الأعمال أي عمل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خلي النية نتاعك عبادة أو تربح العبادة تاخذ الثواب وتاخذ المرتب الشهري بتاعك حلال إن شاء الله ويبارك لك فيها ربنا. أي نعم. ما لا من أسمائها الرحمة وترى الشمس إذا طلعت عيد الآية وين كنت تقرأ يا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. عليك الأيقاظ وهم رقود توحنا وقت نرقد نغمض عينينا وإلا نفتح عينينا. كي واحد يقوم يلقى الآخر حل عينيه يهرب تصور أنت راكب تقول تلقى الراجل حل عينيه وهو يشخر يا لطيف خلي كل بلاصه تهرب ولا العكس وبالعكس لا قلبهم نايمين في فجوه من النوم لكن عينيهم مفتحه. ايه ذلك من ايات الله وتحسبهم يا محمد انت كنت تدخل عليهم تحسبهم ايقاظ نايمين وعينهم مفتحه وهم رقود. ايه ولا مش ايه زيد الايه الثانيه ونقلبهم نحن عنايه الهيه ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال زيد شكر رعايته وكلبهم باسط ذراعيه هو معهم في الكهف ولا خارج الكهف؟ خارج الكهف بدليل ماذا؟ اللي يربيه في الكلاب في ديارهم اللي يربيه في الكلاب في ديارهم وحطوا فيها رد بالك ينتقص كل يوم من حسناتك قراطان والقراط مثل جبل أحد. تعرفوا جبل أحد اللي مشى العمر يعرف طول بتاعه 7 كيلو. على فكرة جبل أحد جبل أحد مكتوب محمد عليه الصلاة والسلام كنت تشوفه من فوق كان تدخلوا حتى على الواحد تلقاوها محمد عليه الصلاة والسلام هذا طوله 7 كيلو كل يوم من مربين كلاب حاطينهم في الديار قال لك شنو الولاية يحب كلب والبناية يحب كلب وين أصحاب الكهف؟ إنهم فتية آمنة الكلب هذين تاع أصحاب الكهف ما كانش معهم داخل الكهف وإنما وخارج الوصيل هو بوابة الكهف فهو خارج ليس معهم بالداخل خارج لأن المكان الذي فيه الكلب لا تدخله الملائكة إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان والآخر مربيه الكلب ويصلي معنا في الصف الأول ولا هي ولا شنو قتل يلزم تعيش وقتها كما صحابها وصاحباتها تربي كلب وتقطع سروالها وتخرج عريانة ما شاء الله على التربية. إيه نعم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولنبئت منهم ربا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق
فليأتكم برزق منه وليتلطف لا ركل وليتلطف صحيح ولا يشعرن بكم أحدا. يعطيك الصحة بارك الله فيك أحسنت شكرا. هذه بعد نمسك به ونتربيه عليه وعلى المبادئ نتاعو. قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم. امرت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث يقول امرت ان اسجد على سبعه اعظم. انا هي السبعه اعظم ما دي فيها اشكال. فما عباد كي يسجد هكا حط يديه كامله لا بل السجود الا على التحليل فقط. اما هذه ما تستعملهاش لأن باسط الإنسان كما الكلب والعياد بالله يبسط كما الجماعة اللي يصليوا في الأعياد اللي يحموا مثلا ما وقتش يمشيوا يصليوا نهار في العيد ويجيبوا لهم التلفزة تصور يحطوا لهم سجادة متلفتة للظهر شفتوها اللي يحطوا له سجادة اللي حط له السجادة ما يعرفش حتى اتجاه القبلة فجاء حط الرئيس مش السجادة تلقى فيها صورة الكعبة حتى لو تلفت الظهر مش تلفت القبلة العكس ويصوروا فيها الجامعة قرطاج الرئيس الأسبق اللي توفى حطوا له السجادة بالعكس بدل يحطوا شو في الأحرام ها اللي جاء فرش السجادة ما شاء الله عليه يستانس القبلة فحطها له العكس فهذوما لما تشوفوهم كيف يسروا ويحطوا يديهم هكا أرجع للصور كلهم الرؤساء كل سبحان الله فرد سجع عنها فيحط يديه كاملة كي وبراقب كما الكلب على الفرد اي نعم. فالنبي يقول امرت ان اسجد على سبعه اعظم فقط الجبهه والكفان هي زيد والركبتان واطراف الاصابع اطراف الاصابع نعم بارك الله نعم كمل يد تفضل ها ما قلنا احنا مخيفون لانهم وقت اليوم نايمين كانت عيونهم مفتحه وهذا مخالف للعاده البشريه لان الانسان وقت اللي نام تكون عينيه مغمضه فماش واحد يرقد وعينيه مفتوحه فماش يعني هو في فجوه من النوم وهو راقد وعينيه مفتوحه هذه لا مخالف لها فقال له لو يا محمد لو اطلعت علي من هذا المشهد لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا لانه مخالف للعاده البشريه. نعم والله اعلم. اقرا. انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. امشي. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن الهدف من استيقاظهم من هذا النوم قال له يا محمد وكذلك أعثرنا عليهم علاش ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة تهيئة لأن البعث حق والساعة حق. لذلك الإمام حمزة الكوفي في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه يقرأها أربع حركات وست حركات ذلك الكتاب لا ريب فيه لو فيها التوسط والطول عليه بمعنى أن هذا القرآن لا شك فيه
كذلك وأن الساعة هنا كيف يقرأها الإمام حمزة يقرأها في المد يقرأها بأربعة وستة من طريق الطيبة مش من طريق الشاطبية طبعا يسمعوا فيني يقولون لا طريق الشاطبية لهم فيه القصر فقط أما طريق طيبة النشر لهم فيها أربعة وستة أي نعم كمل صحيح. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال لك وقت اللي ناموا من الأول كانوا في مجتمع كله على الكفر وقت اللي فاقوا من النوم ومشى واحد منهم شيء يشتري لهم شيء يأكلونه ها فبعثوا أحدكم بوالدكم جاءوا شوفوا الورقة اللي عندها قروا مد لهم كنا احنا 10,000 ولا 20 دينار يلقاها من عهد البيع والله اعلم من عهد ها فقالوا سبحان الله مين انتم كنتوا عايشين فعاد اليهم فانقفل هذا الغار وسبحان الله وقت اللي استيقظوا يلقى وليحكم فكل وقت ذاك كان على الايمان ركضوا على الكفر فقالوا يلقاوا على الايمان فلما جاءوا خلطوا عليه ماذا قالوا؟ قالوا فقالوا ابنوا عليه بنيانا ربهم أعلم به قال الذين غلبوا على أمرهم شو غلبوا على أمرهم؟ اللي كانوا يحكموا كان يحكم في الزمان ذاك كان على الإمام قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ولذلك يجيء بعض الناس يقول لك تصح الصلاة في المقابر بدليل هذه الآية يقول لك المسجد اللي فيه قبر ها هل تصح فيه الصلاة أم لا؟ المفيد موضع السجود مش ما تلفتش القبر حتى كان القبر قدامي غادي وأنا نحب نصلي هنا والقبر هناك يصح ولا ما يصح؟ يصح المفيد موضع السجود بتاعي يكونش على القبر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا مساجد أنبيائهم مقابر اتخذوا مساجد لفظ مساجد العربية يعني الموضع اللي تضع عليه السجدة يعني أنا بحب أسجد هنا والقبر ولو بعيد عليه 300 صلاة صحيحة ولا باطلة صحيحة صحيحة المفيد موضع السجود ده ما يكونش على القبر إيه نعم كما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إحنا أحيانا نصليه والقبر أمامنا وايضا في مكه المكرمه سيدنا اسماعيل وين مدفون؟ ريتوا الحجر هو مدفون هنا داخل الحجر فما ناس يتنفلوا غاتيك جمله واحده النافله يصليوها احيانا وقت اللي كانوا الحجر يفتحوه ويدخلوا عليه والامام وين يتنفل؟ يتنفل في الحجر الامام بل يصلي بالمسلمين يدخل الحجر هناك ويصلي النوافل اي نعم قال لك المفيد موضع السجود لا ما تسجدش على قبر اما هو بعيد عليك زوج 3 متر الصلاه صحيح مش كيما كلمه هنجيم طيح اي لا النوافل ما يصليوش الفرائض ما يصليوش صليوا نوافل اما هو مدفون هناك نعم فرائض كلها خارج ما يصليش مثلا الامام الفرضيه من هناك يتنفل فقط لانه داخل الكعبه نعم هو جزء من الكعبه اي نعم تفضل قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا امشي سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه وزادهم لا فيش واو صحيح خمسه سادسهم رجما بالغيب عود رجما بالغيب ما شاء الله عليك كمل ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل بارك الله فيك شكرا أحسنت شكون مازال فيه من يعني
أحسنت. أي جماعة التكرار يا مرحبا. الإسراء إن شاء الله. طيب تبوها بالجماعة ولا كل واحد؟ طيب خلينا نكمل هذه عشان نربح شوي وقت بعد نرجع. يبدأ من أول السورة. بسم الله. وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين
وذات الشمال وكلبهم باسد ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم لجت منهم رغدا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. على فكرة هذه نص القرآن، الكلمة هذه بالذات جاءت في النص تماما، التلطف في الدعوة، التلطف في كل شيء، وليتلطف جاءت في نص القرآن. هنا ولا يشعرن بكم أحدا. كيف يعطيك الصحة؟ مازال عندنا ربع ساعة تقريبا. بارك الله فيك، كيف جزاك الله كل خير. نعملوها جماعة سورة الإسراء ولا نعيط كل مرة واحد؟ شو واحد قال لي هكا واحد قال لي يا رب عيدك الجماعة اللي يحبوا جماعة اللي يحبوا نقراوها جماعة وين؟ تقريبا الجماعة الآخرين هو أكثر. طيب هو ربع ساعة إن شاء الله يبارك لنا ربي في الوقت وكهو. كيفاش؟ بالحذر. لكن الجماعة الآخرين اللي يحبوا، والجماعة اللي ما رفعوش يديهم حافظين ولا ما رفعوش يديهم مريقلين. وعلى فكرة كرمنا ربي بختان 30 حزب وفي بالكم والله الحمد لله نحمد ربي على أن الإنسان شفت العمر يمر سريع وعندك في رصيدك 30 حزب تحمد ربي على النعمة دي لأنه هو اللي أعطاك وهو الذي يسر لك حفظ القرآن الكريم. لولا تيسير المولى عز وجل من أجل حتى الإنسان يحفظ ولو حرف منه، هذا تيسير ورحمة من الله عز وجل. سيحمد ربي نعمة من أجل النعم أنك عندك 30 حزب في صدرك القرآن وما أدراك. ومن كثرة القرآن الإمام أبو جعفر المدني شيخ الإمام نافع من كثرة القرآن حينما توفي جاءوا يغسلوا فيه القوم المصحف كله على صدره مطبوع المصحف من كثرته لقراءة القرآن الكريم. صحابي جاي توفي القوم المصحف كل نسخة على صدره موجودة غاديك. سيدنا عثمان رضي الله عنه أتلفت على يديه 4 نسخ مصاحف من كثرته للقرآن. يقول قائل هو مش حافظ يا أخي، لا هو حافظ، لكن النظر إلى المصحف عبادة. كان يقرأ وينظر إلى المصحف، فالنظر إلى المصحف عبادة، والنظر للأم عبادة. النظر أمك ذا القدام كنت تخزر لها كعبادة، الكعبة هذه كمان حتى الأم أفضل من الكعبة، الأم أفضل من الكعبة. نعم، فردوا بالنا هذه نعمة كبرى تستحق منا الحمد، ونحن قلنا الحمد لله. دين السورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له. يحب يقول لنا المولى عز وجل أن الإنسان اللي يعيش بلا قرآن حياته كلها عوج وانحراف، واللي يعيش مع القرآن حياته كلها الآلي بعد قيما قيم طريق الصحيح. فاللي يعيش باش القرآن حياته إعجاز وانحراف ضلط. فهذه نعمة كبرى للإنسان يحمد المولى يثبت، يقول أنا والله طال أنا 4 سنين وأنا ما تحسبش مع ربي في الخير، أحسب معاه في الشر، أما في الخير أنت مضمنها في الخير راك مضمن، ما تحسبش مع ربي في الخير، أحسب معاه في الشر، قديش عملت من سيئة وقديش كذا وكذا كما كان السلف يفعل.
حسب يلقى روحه عايش 300 سنة 63 سنة، فحسب كل يوم سيئة فقط. قال تخبط البيعة، وكان يحسب السيئات. أما أنت مع المولى عز وجل تحسب مع ربي في الخير يخليك حتى 10 سنين. ها هذه التجارة التي لن تبور، بمعنى لن تخسر. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يعني لن تخسر، لا خسران فيها، تجارة رابحة مع الله عز وجل. ايش عندهم يا ربي؟ قال ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل، يعني يعطيهم الخير كله، لكن ثم أفضل من هذا الخير وهو النظر إلى وجه الله عز وجل. الزيادة في الآية هي النظر إلى وجه الله عز وجل، ليوفيهم أجورهم، يعطيهم الخير والجنة وكذا، لكن ثم أعظم من الجنة. ما هو الذي هو أعظم من الجنة؟ للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة، وزيادة الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. احمد ربي وما تحسبش مع ربي، واثبت مش تحضر 60 وكيف تمشي إلا للضرورة القصوى، ما رد بالك. وقت اللي تمشي في الطريق هذا بحول الله أنت مع القرآن، فالمرء مع من أحب، ومقرئ القرآن مع محبه. قال ابن الجزري ومقرئ القرآن مع مقرئ يقرأ، شغل الشاب قراءة القرآن الورد اليوم. فالإنسان يثبت على هذا المبدأ إن شاء الله. هيا من إن شاء الله الأسبوع القادم عنا الاختبار بتاع سورة الإسراء، ونعمل هكذا حويجة احتفال صغير بأنه ختمنا نصف القرآن إن شاء الله ربي ثبتنا بعد الاختبار. طبعا اللي نعطيه ممتاز نعمل لكم اختبار، كما أقل من ممتاز لحلت ولا ربطت بينك. إن شاء الله لحد القادم يكون عنا احتفال صغير، يكون عنا هنا مع الساعة 10 صباح في المسجد بتاعنا. حاولوا نبداو الاختبار بتاعنا 8 بتاع الصباح، 8 نبداو عشان هكاك 10 ل 10 ونص يكونوا كملناه إن شاء الله. نهار لحد القادم بحول الله تفهمين الغياب، لا اللي غيب ده بالراس تعمل مسؤوليه. اي سيدي فينا برشا وقت زي لنا درجين. يلا جماعه حتى نصحى ان شاء الله، هي الرجال احتجوا علينا المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما عسى ربكم
أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لنا سعيها وهو مؤمن كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي وما كان عطاء ربك محذوراً انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما محذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإن
إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة